السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس شهد إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال. اسمح لي سيادتك أستعرض في فترة وجيزة إيه هو المعرض، وحضرتك ليه إحنا رايحين لهذا التوجه إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. حضرتك أهم أهداف البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي إن إحنا استخدام الغاز الطبيعي ده أساسي، بيوفر 50% من تكلفة الوقود سواء بنزين أو سولار، نوفر دخل أفضل لسائق السيارات أجرة وميكروباص، على الجانب الآخر رفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم مظهر حضاري، تعميق السيارات والصناعات المغذية، استغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة، تقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعي، بالإضافة لخفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة وخفض تكلفة استيراد السولار. حضرتك البرنامج القومي بدايته هننظم المعرض اللي بنشرف بافتتاح سيادتك ليه النهاردة، بعدين برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز، وفي برنامج إحلال السيارات المتقدمة للعمل بالغاز الطبيعي. احنا بالنسبة لأهداف برنامج تحويل وإحلال المركبات، الغرض مشاركة عدد من الشركات المتخصصة بخدمات تحويل السيارات، هيعرضوا خطوات التحويل وفوائدها على الزائرين، ده في المعرض حضرتك معروض نماذج سيارات محولة بالفعل لإتاحة الفرصة للزائرين للتعرف على المواصفات الفنية والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة بخدمات التحويل. هنعرض نماذج سيارات جديدة عاملة بالطاقة النظيفة، وهنعرض الخصائص الفنية. أول مرة هنعرض سيارة نقل ثقيل مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي. الأهمية النسبية للمرض طبعا حضرتك معنا مشاركة القطاع المصرفي، وهو من أهم القطاعات المشاركة معنا، مشارك معنا بأجنحة خاصة لعرض خدمات التمويل 9 بنوك ممثلين لجميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي. هنعمل ورش عمل بهدف التوعية بالبرنامج، خطوات إتمام التحويل، مدى الاستفادة. هنعمل حضرتك جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الاستفادة. هيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية موقع إلكتروني لتلقي طلبات المواطنين للاشتراك في البرنامج. هنوقع بروتوكولات على هامش المؤتمر مع كار جاز وغاستك قدرها 200 مليون، بالإضافة حضرتك لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة نيسان بغرض التصدير، وإن احنا هنكتسب خطوط إنتاج ليها من الخارج بحيث إن الشركات تقوم بالتصدير للخارج. طبعا ده كل ده حضرتك هيتزامن مع إطلاق حملة إعلامية من خلال وسائل الإعلام، تلفزيون، راديو، وسائل تواصل اجتماعي، علشان نوضح مدى الاستفادة من التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في المركبات. سيادتك احنا مشارك معانا اكتر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بطاقة نظيفة، بالاضافة لبعض المشروعات البحثية المقدمة من وزارة التعليم العالي، بالاضافة للعديد من الشركات المصنعة للسيارات في مصر. الاحلال سيادتك اشتغلنا على محورين. محور اعتمدنا على الشركات المنتجة محليا للسيارات اللي هي بتشتغل بالوقود المزدوج بنزين وغاز. الجانب الآخر تبحثنا مع الشركات العالمية لتوطين الصناعة علشان نعتمد على تكون السيارة مصنعة للعمل بالغاز الطبيعي. استهدفنا حضرتك أول سنة 70,000، الثانية 90، والثالثة 90,000 سيارة. أول سنة 55,000 تاكسي وملاكي و 15,000 ميكروباص. هتبقى الأعداد المستهدفة خلال المرحلة الأولى 250,000 سيارة. طبعا حضرتك احنا تبحثنا مع الشركات المنتجة للسيارات محليا، الشركات المستوردة، وضحنا لهم رؤية الدولة وتوجهها لاستخدام السيارات بالغاز الطبيعي بناء على تعليمات سيادتك. اتفقنا سيادتك مع 9 شركات، غبور، نيسان، شيفروليه، الأمل، وفروا حضرتك 12 طراز مختلف من العربيات والميكروباص. أسعار بتبتدي من 155,000، بالإضافة لمنح المشاركين زي ما سيادتك أمرت الحافز الأخضر لكل من يشارك في هذه المبادرة. وإن شاء الله فور تفضل سيادتك بإطلاق المبادرة
هنبتدي فيه إحلال السيارات التاكسي والملاكي، لكن الميكروباص هيبتدي إن شاء الله الإنتاج من مايو 2021. شكرا سيادة. احنا في ثلاث جوانب لهذه المبادرة. الجانب الأول هو دعم انتشار المركبات الوقود المزدوج، تمويلها وإنشاء وتمويل إنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي، ودي طبعا مع معالي وزير البترول، وهنتكلم دلوقتي في عدد تقريبا 1000 محطة. ودعم القطاع الخاص الصناعي عشان يقدر يطلع كمية إنتاج أكبر من هذه السيارات، عشان المواطنين هيبقى فيه إقبال على العملية. حاليا التمويل للسيارات الأفراد في مصر في القطاع المصرفي حجم القروض 30 مليار جنيه، فالبرنامج ده هيبقى طفرة كبيرة جدا. في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة القطاع الصناعي، ومبادرة إنشاء محطات البنزين للسيارات. مبادرة إحلال المركبات احنا فندم هنتيح تمويل 15 مليار جنيه للمرحلة الأولى اللي هي 80 ألف عربية، بإجمالي الثلاث مراحل هتتكلف تقريبا 60 مليار جنيه. سعر العقد عشان المواطن وبالذات النقل التجاري والنقل التاكسي يتكلف تكلفة بسيطة، فاتحدد له سعر فايدة 3% مقطوعة، وبيستفيد مما سبق الأفراد الراغبين في إحلال ملاكي أو أجرة أو مايكروباص بالوقود المزدوج، ومدة القرض بتوصل لعشر سنوات على حسب رغبة العميل. المقابل التخريد بيعتبر جزء من اللي بيستخدم من أجل المقدم، وبيتم إعفاء الأفراد من نسبة القروض اللي هي الحد الأقصى للقروض للشخص الواحد بالنسبة لدخله. إحنا أعفناهم من حتة إن القرض ده يبقى داخل في هذه النسبة، وكل البنوك اللي عاملة في القطاع المصرفي المصري داخلة مشتركة في المبادرة. الفرق سعر العائد اللي بتتكلفه البنوك 794 مليون جنيه في السنة عشان نخفف الأعباء على المشترين. احنا حسبنا القسط الشهري على العربيات المختلفة، العربية اللي 150 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهري بالفايدة بكله 1600 جنيه، العربية اللي سعرها 200 ألف جنيه هيبقى قسطها الشهري 2167 جنيه وهكذا. عاملين قرض بمبلغ 200 ألف جنيه مصري لمدة 10 سنوات. ده احنا عاملين مقارنة بين لو خد القرض بالشروط الحالية ولو خد القرض بشروط المبادرة، ففي فرق توفير تقريبا 30% من التكلفة الشهرية على المواطن. منافذ بيع العربيات اللي بتلتزم بالمواصفات الفنية دي هتم بالتنسيق مع وزارة الصناعة، يعني مش هندي القروض إلا لما ننسق مع وزارة الصناعة، والخطوات التنفيذية اللي يتم اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بالتنسيق مع وزارة المالية. محطات التموين بالغاز الطبيعي في ضوء التوجه لسرعة البدء في هذا المشروع القومي لإحلال السيارات، سيتم البدء في إنشاء محطات، هنبتدي الأول ب 287 محطة، ومستهدف زيادتها إلى 1000 محطة طبقا لسيد وزير البترول. وقيمة ال 287 محطة 5 مليار و330 مليون جنيه، ودي بتساهم طبعا في دعم موقف الشركات العاملة في النشاط من خلال تخفيض تكلفة التمويل. طبعا هتتم على أساس برضو بسعر فايدة مخفض اللي هو احنا بنوفره للقطاع الصناعي والتجاري والمقاولات، المبادرة اللي سيادتك امرت بيها في بداية ازمة الكوفيد 19. الشركات المستفيدة من تحويل انشاء محطات بالغاز هي جاز تيك وشركة الغاز الطبيعي وكار جاز وان جي في. اجمالي مدة التمويل برضو 10 سنوات متضمنة فترة سماح، في 3 سنوات سحب من القرض، سنة من تاريخ سحب القرض سماح، فترة 6 سنوات، أقساط ربع سنوية، و8% متناقصة بالنسبة للتكلفة على هذا القرض. بيتم اختيار المحافظات بناء على كثافة سكانية، وده طبعا قرار وزارة البترول لأن هم اللي على علم بالاحتياجات، وبيتم التمويل بالنسبة للموضوع ده من البنك الأهلي المصري بدعم 81 مليون جنيه سنويا
فرق للتكلفة. مبادرة القطاع الخاص الصناعي احنا طبعا لسيادتك كنت امرت بيها ايام الازمة، احنا دي وصل الاقراض فيها في خلال 6 أشهر ل 200 مليار جنيه وبسعر عائد متناقص 8%، وممكن بقى ان احنا بنوجه هذه المصانع بالتنسيق مع سيادة الوزيرة ان هم يستلفوا منها عشان يوسعوا قدراتهم الانتاجية عشان يقدروا يحققوا ال 250 الف وحدة التي سيتم انتاجها. يعني احنا بنتكلم على دور وزارة المالية في موضوع احلال السيارات المتقدمة بالنسبة للملاكي والميكروباص والتاكسي. يمكن احنا في مرحلة سابقة كان في سنة 2008 حصل تعديل على قانون المرور، والتعديل قال ان في ينشأ صندوق يتبع وزير المالية يختص بتمويل شراء السيارات البديلة ومنح حوافز مالية لمشتريها. في الفترة دي قامت وزارة المالية بتنفيذ المشروع بتاع إخراج سيارات التاكسي القديمة وإحلالها بسيارات جديدة، في جزء منها بيشتغل بالغاز الطبيعي، تمت في 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. الفكرة بتاعت الإحلال دايما يعني العربيات طبعا اللي بيمر عليها 20 سنة ده بقوة القانون، بالإضافة للحوافز بقى للسيارات الملاكي والسيارات الأخرى اللي ممرش عليها 20 سنة. وفي الحالة دي أي سيارة هيتم تخريدها بفي إجراء معين زي طمس أرقام الشاسيه والموتور وفرم السيارة، ده بيكون مقابل نحن بندي مقابل التخريد وبعض المزايا المالية الأخرى زي إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة للتمويل بشروط ميسرة. كل ده بخليني اديله عربية جديدة تعمل بالغاز الطبيعي مجمعة محليا. يمكن احنا المشروع الاولاني اللي قامت المالية ادى الدعم 691 مليون وخرجت 45,477 سيارة في المرحلة دي. المشروع ده اعتبروه اول مشروع على مستوى العالم في مجال النقل، وتم تسجيله كبرنامج آلية تنمية نظيفة بالامم المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي. البرنامج ده قدر يخفض 334 ألف طن كربون خلال الفترة من 2013 ل 2018 وساهم في تخفيض نسبة التلوث. المبادرة اللي أطلقت لها فخامتك، المبادرة دي بالتأكيد مستهدفاتها رقم واحد إن إحنا عاوزين نخرج العربيات اللي هي التاكسي والميكروباص والملاكي، السيارات اللي هي هتنضم للمشروع في المرحلة الأولى. السيارات دي إحنا قلنا لازم تكون متجمعة محلياً، وطبعا ده هيساعد على تنشيط الصناعة المحلية، بالإضافة ان احنا ده تدريجيا معناه ان احنا عملية ان يبقى فيه احتمالية ان يبقى فيه دعم مستقبلي لغاز او سولار بنقدر نستبعد ده خالص من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى انه استيرادنا للسولار او البنزين ده معناه بالنسبة لنا عمرة صعبة، فبنقدر نستفيد بالغاز الطبيعي اللي موجود في الدولة. ونقدر ان احنا المرحلة الاولى هتنطلق في 7 محافظات اللي هي القاهرة والجيزة والقليوبية، وأيضا معانا المحافظات اسكندرية ومعانا البورسعيد وأيضا السويس والبحر الأحمر. المشروع ده هيبقى فيه تحسين للصورة الحضرية لمصر، ارتقاء بمستوى خدمات النقل، أيضا تخفيض نسبة التلوث الناتج عن عوادم السيارات القديمة وإخراج السيارات اللي بتعمل ببنزين والسولار. ده زي ما قلنا بالنسبة لنا اقتصاديا هيخلصنا من جزء من احتمالات ان يبقى فيه دعم في المستقبل. وايضا احنا برضو بنبص لها على انه انا بشغل مصانع، المصانع دي ما بتشتغل تقدر ان هي تعمل فوائد وتدفع عليها ضرائب، هيزود المبيعات العربيات المشاركة في البتاع وفي المشروع، وايضا الاثر الايجابي على حركة السير والمرور، وايضا بيعمل انتعاش في صناعة السيارات والصناعة التكميلية المغذية لها. الآلية احنا عندنا حاجات مهمة جدا لازم نعملها. اول حاجة هنتصرف ازاي في العربيات، المحتويات بتاعتها خاصة البطاريات والإطارات والمخلفات الخطرة دي بنديها لجهات معتمدة بيئيا تعيد تدويرها او تتخلص منها نهائيا، ثم بعد كده بنعمل عملية تفتيت وفرم للأجزاء الميكانيكية الموتور والشاسيه والعفشة، ده كله بالتنسيق بين المالية والبيئة والداخلية علشان نقدر نتخلص بطريقة آمنة. احنا عندنا يعني ده نموذج للي حصل في المشروع الاولاني في 14 ثانية عملية التخلص من 47,000 عربية اللي كانوا في المرحلة اللي قامت بها وزارة المالية. يعني احنا المزايا المالية اللي هتقدمها وزارة المالية، احنا بنقدر القيمة الدعم ما بين 45,000 إلى 70,000 جنيه لكل سيارة هتخش معانا في المنظومة دي، بشرط انها تكون مجمعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي. مقابل التخريد ما بين 12,000 ل 20,000 للسيارة،
وكمان يعني وزارة المالية هتدي القيمة أو هتتنازع عن قيمة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للعربيات اللي هتبقى ضمن هذا المشروع، وأيضا هتشيل الضريبة الخاصة بالرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من الخارج اللي هي لازمة لتصنيع السيارات دي، مع المحافظ قال على الضريب العائد المخفض 3%. أيضا مصر للتأمين قررت انها تخفض 25% من التأمين على العربية، وأيضا شركات السيارات هتقدم أسعار تنافسية. دي مجموعة العربيات اللي هي داخلة في المشروع، ويعني حاليا بالتنسيق بين التجارة والصناعة والتنمية المحلية تخصيص الساحات المشروع اللي هي هتبقى داخلة معانا، وبيتم معاينتها دلوقتي والتأكد منها لانطلاق المشروع، واحنا بننسق مع وزير التجارة والصناعة عشان الموقع اللي هو الناس هتخش وتشترك فيه من خلاله وتعرف كل المعلومات على البطل. شكرا فخامة الرئيس. شكرا. احنا النهاردة بنتكلم على خطتنا في التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بصفة عامة، ولذلك احنا هنبدأ بتطور استهلاكات الغاز على مدار السنوات اللي فاتت. سنة 2000 يا فندم كنا استخدام الغاز بصفة عامة في مصر كان 14 مليون طن. النهاردة سنة 2020 بنتكلم في 3 أضعاف لاستهلاك الغاز. معدل الاستهلاكات بصفة عامة زاد سواء بترول أو غاز، لكن استخدامنا في الغاز الطبيعي بحصته من إجمالي الوقود زاد من 38% ل 62%، ومستهدف سنة 23 لما نوصل إن شاء الله لاكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية إن احنا نوصل ل 65% غاز طبيعي و 35% منتجات بترولية. ولو قارناها بالسلايد اللي جنبيه نقول إنه من سنة 2000 لسنة 2020 يعني في 20 سنة، حضرتك تشوف الجزء اللي لونه أزرق تحت ده منتجات البترولية، من 23 مليون طن بقى 27 مليون طن فقط، بينما الغاز تضاعف 3 أضعاف، وده بيتماشى تماما مع الإصلاح الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من الغاز وتقليل وترشيد وتصحيح التسعير، مما أدى إلى أن استهلاكنا للمنتجات البترولية كلها بصفة عامة ولا سيما كان الجزء الأكبر عندما تخلصنا من استخدامنا من المازوت لتوليد محطات الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء واستبدالها بالغاز الطبيعي، ثم التوسع في الاستخدامات الأخرى زي التوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وكذلك السيارات. ده يورينا على مدار السنوات من سنة 80 على مدار 40 سنة استخدامنا للغاز الطبيعي كان فقط 2 مليون طن، النهاردة بنتكلم في 45 مليون طن، والألوان المختلفة دي بتوضح استهلاكاتنا من أنواع الاستخدامات المختلفة. فلما نتكلم على الصناعة كنا بنتكلم فيها 67% بس من كام؟ من 2 مليون طن والباقي كان كهرباء. النهارده بنتكلم على حوالي 15% صناعه تمثل اكتر من 7.5 ل 8 مليون طن، يعني 3 أضعاف. لما بنتكلم على الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات احنا النهارده كنا بنتكلم في سنه 2015 في حدود 5% استخدامات غاز طبيعي ومنازل، يعني حوالي 1,700,000 طن. النهاردة 6% مع زيادة الاستهلاك بقوا حوالي 2,750,000، وان شاء الله مستهدفين ان احنا نضاعف كمية تبقى 7%، وبالتالي هتبقى اكتر من 3.5 مليون طن في سنة 23 مع تغير نمط الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي. دي الخطة اللي تحدثنا فيها من خلال العرض مع معالي وزيرة الصناعة، اللي احنا الخطة لتحويل السيارات، فاحنا عندنا جزء منه تحويل وجزء منه احلال. النهاردة عندنا 300,000 عربية، هيوصلوا 700,000 عربية في 3 سنين جايين، ده كمركبات تعمل بالغاز الطبيعي. يعني بنقول انه 45% تحوله في 27 سنة، وان شاء الله في 3 سنين هنعمل 55%. احنا عايزين نبادئ هنا ان احنا بالاضافة الى التحويل العادي، لكن تم الوصول الى استخدامات للسولار، وده حاجة مهمة قوي، واحنا هنشوف النهاردة هذه المركبات اللي تمت من خلال الشركات الوطنية عندنا وقامت بهذه الدراسات من سنة 17 وعملت تطبيقات علشان تشوف أدائها مع المحرك علشان خاطر ما يأثرش على أداء البساتن والحركة بتاعت الموتور نفسه، واستطعنا ان احنا نستخدم ميني باصات نقل جماعي في الطبيعة بقالنا دلوقتي اكتر من 6 شهور، ودي ان شاء الله هتبقى طفرة كبيرة لانه ده هيدخل مش بس على البنزين، هيدخل على السولار، وده جزء الاستهلاك الاكبر على جميع انماط المحركات والمركبات. ده احنا كنا اتكلمنا مع سيادتك فيما يطلق به التموين بالحركة بالنقل بحيث ان يبقى فيه ترمبات للتموين وكذلك النقل في المناطق النائية، واحنا ابتدينا
بالفعل مع بعض المنشآت السياحية في الغردقة، ودلوقتي احنا داخلين على محافظة الوادي الجديد ان شاء الله بهذا بهذه الاستراتيجية، وان شاء الله كمان في جنوب سيدة داخلين على مدينة الطور هنوصل المساكن هناك، وكذلك في المنطقة الصناعية في أبو زنيمة بالفعل بدأت الشركات هناك تشتغل على بعض الصناعات. دي الخريطة اللي بتوضح انتشار محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، واحنا السنة دي دول الثلاث محافظات اللي فاضلين اللي هندخلهم ان شاء الله، وبالتالي تبقى الشبكة كلها منتشرة على مستوى الجمهورية في كل المحافظات. طبعا دي المحطات النهاردة، لكن احنا هنضعفها زي ما حضرتك وجهت لأكثر من 3-4 أضعاف بإذن الله في خلال هذا العام إن شاء الله على مستوى الجمهورية، علشان المواطن والمستهلك يجد المحطات موجودة في كل حتة. استأذن سيادتك في بدء عرض وزارة الداخلية فور صدور توجيهات سيادتك باعتبار مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، اطلعت وزارة الداخلية بالبدء الفوري بتحويل كافة سيارات الشرطة داخل المدينة للعمل بالغاز الطبيعي. بدرت الوزارة في إطار التحول للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع شركتين وطنيتين، وتم تحويل عدد 1156 سيارة شرطة حتى الآن، دي اللي بتسمح طبيعة عملها فندم بذلك، ويجري استكمال تجهيز باقي السيارات وفقا لخطة نشر محطات الوقود بالغاز. مشاركة وزارة الداخلية فندم في تنفيذ البرنامج القومي لإحلال السيارات بتبدأ باستضافة خوادم المنظومة اللي تم الإشارة إليها بمركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، وده تم تنسيقا مع وزارة المالية، فضلا عن إمداد الموقع الإلكتروني للبرنامج بمعلومات المركبات المراد إحلالها فور تسجيل المواطنين لطلبات الإحلال، وده فضلا عن إمداد الجهات المشاركة بالبيانات اللازمة للبرنامج. في التيسيرات يا فندم اللي بتقدمها وزارة الداخلية للبرنامج القومي للإحلال، التكامل المعلومات اللي تم مع الموقع الإلكتروني لتقديم الطلبات هيختصر إجراءات المرور للمواطنين في خطوة واحدة بس، هيتم خلالها إلغاء الترخيص السابق وإصدار الترخيص الجديد بعد الفحص الفني في نفس الوقت بما لا يشكل أي أعباء على المواطنين. فضلا عن ذلك في تيسير آخر، تم تخصيص شباك موحد بوحدات التراخيص جميعها على مستوى الجمهورية مش السبع محافظات بس لإنهاء إجراءات الإحلال، وهيتم الإعلان على الخدمات المقدمة إن شاء الله للبرنامج على موقع وزارة الداخلية. في إطار الحد من انبعاثات العوادم، بدلت وزارة الداخلية باستحداث خدمة الفحص الفني الآلي الإلكتروني بوحدات التراخيص، وتم تشغيل حتى الآن 180 وحدة فحص فني بوحدات التراخيص، وتبقي عدد 9 هيتم الانتهاء منها منتصف يناير الجاري إن شاء الله. بيتميز فندم الفحص الفني بالدقة في القياس، التوحيد في التقييم بالأجهزة دون تدخل عنصر بشري، سرعة في الإجراء، وبنكون قاعدة بيانات شاملة عن حالة المركبات الفنية نقدر ندعم بها أجهزة الدولة. في إطار التحول الرقمي للدولة والموقع الإلكتروني اللي سيادتك تفضلت بتدشينه في 2019 في عيد الشرطة بثلاث خدمات اللي هي التجديد وبدل فائد وتالف والاستعلام، تم استحداث خدمة إصدار الملصق الإلكتروني للتراخيص السارية، حيث تتم الإجراءات إلكترونيا كلها من خلال موقع واقتصار التردد بس للتركيب. في إطار سعي الدولة الدائم لحفاظ على البيئة وإحلال وإيجاد حلول بديلة للتلوث الهواء، وفي إطار مبادرة سيادتكم لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدل السولار والبنزين، كانت البلاية انطلقت برنامج القومي لتحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز الطبيعي بدء تطبيقه على أوتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، هيئتي النقل العام بالإدارة والقاهرة، فيضم برنامج بالإضافة لعديد من الوزارات. قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع 27 محافظة، وأمكن توفير في خلال عشان أماكن لتخريج السيارات والمركبات المضى عليها أكثر من 20 عام، وفرنا أكثر من مساحة من 1.8 مليون متر مربع في 154 موقع على مستوى الجمهورية في مختلف محافظات الجمهورية. كمان تعاقدنا يا فندم على 150 أوتوبيس جديدة للعمل بالغاز الطبيعي من شركة كاستور ووكيل شركة مان الألمانية العالمية، وبلغت نسبة التصنيع المحلي فيها وصلت 60%. تم توريد 120 أوتوبيس، منها دخلت الخدمة فعلا، وفي 30 أوتوبيس إن شاء الله لسه جايين في المرحلة الجاية بإذن الله تعالى. الأوتوبيس الجديد ده يتحمل الخدمة الشاقة، مكيف، فيه سهولة في إمكانية استخدامه بواسطة ذوي الهمم، موفر الاستهلاك، يستوعب 36 مقعد،
بالإضاءة، وإجمالي 90 راكب في الأوتوبيس بالكامل، بيقطع مسافة 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مدة الضمان 5 سنوات. قامت وزارة التنمية بالتنسيق مع هيئة النقل في القاهرة ووزارة الإنتاج الحربي وشركة جيوشي للصناعات ووسائل النقل وأحد الشركات الصناعية المتخصصة بتحويل أوتوبيس الغاز الطبيعي من السولار. تمت التجربة وجربناها على أوتوبيس لمدة 3 شهور، خدمة شاقة حوالي 30,000 كيلو، كان بيشتغل معدل 14 ساعة في اليوم، 600 كيلو تقريبا في اليوم. غير إن شاء الله التنسيق مع بتحويل 2300 أوتوبيس تابعين لهيئات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بمبلغ تكلفة 1,219,000 في مدى 3 سنوات إن شاء الله. ده سعادتك الأوتوبيس اللي هو اللي تم تحويله، والصور دي من قبل وبعد، وفي كل جزء فيه اتغير فيها الموتور بالكامل، اتغير فيه الأجزاء من الداخلية، وتغير الشكل الخارجي فيها، وده كل ده داخل في إطار نفس السعر المقرر ليها. بتتكمة تكليف المحافظات بتوفير أراضي لإنشاء محطات تموين الغاز الطبيعي على الطريق والطرق المؤثرة والمواقف والساحات، وتسجيل المعوقات الخاصة بتصريح هذه المحطات وإصدار فيها لتعدى أسبوع من تاريخ التقديم. أما لو كانت المحطات قائمة وإحنا عايزين نعدل فيها ونزود مدة خدمة الغاز الطبيعي، فده بمجرد الإخطار هيتم إن شاء الله إنشاء المحطة. في إطار الحفاظ على البيئة، قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالإسكندرية، وتم توليد 15 أوتوبيس كهربائي برضه سين الصنع، بيتوفر بخدمة في ذوي الهمم، وقد دخل حيز التشغيل فعلا، وده بيستوعب 41 مقعد بالإضافة ل 80 راكب إجمالي، بيقطع حوالي 250 كيلو في الشحنة الواحدة، لو كانت بالتكييف، ومن غير تكييف حوالي 300 كيلو متر في الشحنة الواحدة بدون تكييف. وزارة النقل يا فندم لها دور في تحقيق النقل الأخضر المستدام، اللي منه طبعا استخدام الغاز والعائد منه على التنمية الشاملة المستدامة للدولة. وزارة النقل يا فندم بتهتم بتوظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكية لتحقيق تكامل إدارات شبكة النقل، مما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الضارة للحفاظ على الصحة العامة، والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر. ولتحقيق هذه الأهداف تبنت وزارة النقل سياسات هامة في قطاعات النقل المختلفة. ففي مشروعات الجر الكهربائي والأنفاق، احنا فنم عندنا 3 خطوط دلوقتي شغالة في القاهرة، والخط الرابع بدأ، والخط السادس في مرحلة الدراسات. وأما القطار الكهربائي فاحنا عندنا خط الكهرباء السلام العاشر العاصمة، والقطار الكهربائي السريع السخنة العالمين، والقطار الكهربائي في مدينة بورسعيد وأبو قير، بالإضافة طبعا للمونوريل بخطين، بالإضافة إلى مشروعات محطات محافظة الإسكندرية زي مترو أبو قير وترام الرمل. كل فنم دي هذه الـ الوسائل اللي بتعمل بالكهرباء، وخاصة في مدينة القاهرة اللي بتعد أكبر مدينة في أفريقيا والشرق الأوسط، اللي فيها حوالي 25% من سكان مصر، ومدينة الإسكندرية تاني أكبر مدن المصرية. الكلام ده كان ليه مردود كبير جدا يا فندم على المدينتين دول بالتحديد. ففي استهلاك الوقود وفرنا 25.5 مليار جنيه في سنويا في القاهرة، وحوالي 4.45 مليار جنيه في اسكندرية، بينما حصل وفر في نتيجة تحسن الصحة وتحسين الصحة يصل إلى 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4 مليار جنيه في اسكندرية. خفضنا انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 6.4 مليون طن في القاهرة و 6 مليون طن في اسكندرية. بالنسبة لمشروعات الطرق يا فندم، فإنشاء الطرق الدائرية سواء الإقليمي أو الأوسطي أو الدائري وتطوير مداخل القاهرة أدى لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الازدحام وتقليل انبعاثات وتقليل استهلاك الوقود. ثم إنشاء الكباري العلوية على الطرق الرئيسية والمزلقانات والتقاطعات السطحية حل مشكلة الاختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر في الزحام، وبالتالي يقلل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة. أدى إنشاء الطرق يا فندم طرق الخدمة بالتحديد الخرسانية للنقل الثقيل إلى فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئة من أجل رفع مستوى الخدمة لطرق الملاكي، وتقليل الأثر التدميري للأحمال المرورية العالية في طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطريق. ده يعتبر بنعتبر كلا المسارين بديل للآخر في حالة وقوع حوادث مرورية بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والانبعاثات الضارة، بالإضافة أن من الطرق الخرسانية صديقة للبيئة مقارنة بالطرق الأسفلتية. ده يا فندم كل الشغل اللي على الطرق والكباري ده، واللي سيادتك مشكورا ومتبنيه وبتهتم بيه جدا، اسهم في تخفيض عدد الحوادث الى 7000 حاله في 2020 مقارنه ب 12000 حاله في 2019، بنسبه خفض الحوادث حوالي 44% من اللي بتؤدي دايما حوادث الوفيات.
احنا فندم طبعا دلوقتي رايحين في اتجاه الاتوبيسات الغاز والاتوبيسات الكهرباء والبي ار تي والاتوبيسات التردديه السريعه. ان شاء الله باذن الله استخدام البي ار تي بالتحديد هيؤدي الى توفير الوقود وتقليل البعثات الضاره وتقليل الزحام. دي مقارنه فندم يعني لو احنا عايزين ننقل 10,000 شخص لمسافه 1 كيلو فقط على اي طريق، لو استخدمنا العربيات الملاكي ساعه 5 ركاب، ما بنقولش 3 لا 5، محتاجين 2000 مركبه هتاخد مساحه 24,000 متر مربع، هتستهلك وقود تقريبا 200 لتر. بصرف النظر عن المنباص والباص، لو انا استخدمت فندم البي ار تي اللي ساعه ركاب و175 راكب هاخد بس 57 اتوبيس، هتاخد مساحه 2850 متر مربع، هتستهلك فقط 35 لتر من الوقود. ده يؤدي الى توفير الوقود وتقليل البعثات الضاره وتقليل الزحام. احنا فندم دي كلها اهدافنا اللي بنتبناها ان شاء الله وباذن الله هنصل ليها في 2030 ونحقق مستهدفات الخطه اللي حضرتك بتتبناها وبتوجه دايما ليها. كل اللي فات ده فندم ان شاء الله باذن الله هننفذه حتى 2030، ولكن احنا دايما في وزاره النقل بنتطلع الى كل ما هو جديد في المستقبل. لساتك العالم كله رايح ان شاء الله في 2050 الى خطه زيرو انبعاثات وزيرو حوادث ان شاء الله باذن الله، واحنا باذن الله هنكون فيه باذن الله. من ضمن الامثله الجديده اللي داخله في التخطيط للعالم كله وعندنا ان شاء الله بعد 2030 الهايبر لوب، وده يا فندم عباره عن قطار فائق السرعه بيمشي بسرعه الطياره داخل انبوب معزول، وده تقريبا بدا دلوقتي يشتغل فيه او يعني الدراسات بتاعته بدات تشتغل في استراليا، بالاضافه الى استخدام الكهرباء في طرق الشاحنات. اي امر. لو بصينا على قطاع النقل واستكمالا لمعالي وزير النقل، هنلاقي ان فوس الهواء قطاع النقل هو تاني قطاع بعد الطاقة بنفس قوة قطاع التصنيع والتشييد والبناء، 23% من هذه الانبعاثات بتنبع من قطاع النقل وبالأخص عوادم السيارات. الدراسة اللي عملناها بصينا بسرعة جدا قلنا طب لو وصلنا لأعلى حاجة اللي هي التحول لحافلات كهربائية هنخفض قد إيه التكلفة الاقتصادية، لقينا $1,000,000. لقينا الحقيقة تقريبا نص هذا الرقم هو التكلفة للمخاطر الصحية وتأثير هذا التلوث على الصحة، بجانب طبعا تكلفة دعم الوقود والترشيد الطاقة وتكلفة السولار. لو جينا بصينا من البعد الدولي وهو بعد تغير المناخ، هنلاقي ان قطاع النقل في دراساتنا بيقول ان 23% من انبعاثاتنا نابعة من قطاع النقل، بنصل ل 325 مليون طن سنويا. التكلفة بشكل عام لغازات الاحتباس الحراري للدولة بتتحملها وهي تكلفة التدهور بيئي 47 مليار جنيه سنويا. حبينا هنا نعمل بسرعة حسبة على هنخفض قد ايه في المشاكل بتاعة الهواء لو جينا حولنا سيارة غاز، ميكروباص غاز او اتوبيس كهرباء، ايه هو العائد البيئي. وجدنا ان كل سيارة احنا بنحولها للغاز الطبيعي نسب التلوث اللي طالعه منها من مختلف الملوثات سواء تاني اكسيد الكربون الكبريت او اول اكسيد الكربون ما بين 92% ل 99%، والارقام دي خاصه بالذات على السيارات المتهالكه وليست السيارات الجديده. الميكروباص ما بين 46% ل 99%، وكل اتوبيس بالكهرباء ما بين 49% ل 99%. عندنا بعد كده العوائد الاقتصادية، لو جينا بصينا ونحول الملوثات دي الأرقام، لقينا 1,000 سيارة غاز بتوفر $1,000,000، 1,000 ميكروباص بيوفر 2 مليون دولار، 2.7 مليون، حوالي 3 مليون، و1,000 أتوبيس كهرباء حوالي $44 مليون. يعني لو عملنا حسبة كده قلنا احنا بس هنغير 10,000 سيارة أو 12,000 ميكروباص، احنا بنتكلم على خفض حوالي $40 مليون سنويا كانت مفروض هتروح للصحة عشان نعالج الناس لو حصل هذا التلوث. عملنا ايه في خلال الفترات اللي فاتت؟ زي معالي وزير المالية ما شرح، احنا اشتغلنا على التاكسي الابيض ومشكلة القصة بتاعت الاحلال، ودي الحقيقة فادتنا جدا في البرنامج القومي النهاردة. عمليات التخريط هنعملها ازاي لان احنا تعلمنا في هذه المرحلة. عملنا تجربة للنقل العام وحولناه للغاز الطبيعي في من خلال طبعا التعاون مع التنمية المحلية. الجزء الثاني اللي مهم ان احنا برضو واحنا بنتكلم عن النقل الجماعي، دخلنا اول استثمار مصري اجنبي مع المجتمعات العمرانية اللي هي شركة مواصلات مصر عشان نشجع الناس تسيب عربياتها ويبقى فيه الثقافة بتاعة اركن العربية واركب الاتوبيس يوصلك للمكان. دعمنا اول سيارة مصرية بتعمل بالكهرباء.
عملنا الجنبا الى جنب مشروع الدراجات التشاركيه. الفكره احنا عندنا عربيه وعندنا اتوبيس عام وعندنا ميكروباص، لكن كمان عندنا الدراجه اللي ممكن ان هي توصلهم داخل الجامعه لبيت الطلبه، ودي عملناها في الفيوم واطلقناها العام الماضي. وكمان ركزنا في التعاون مع شركاء التنميه ان قطاع النقل والطاقه النظيفه يبقى من ضمن اولوياتنا. حضرتك وجهت بخفض تلوث سوائق القاهره بمشروع مع البنك الدولي، حطينا جزء من هذا التمويل للدعم الفني من خلال البنك الدولي لدعم الاوتوبيسات، وفي جزء دعم جزئي كمان من الوكاله الفرنسيه. دورنا ببساطه في هذا المشروع استكمالا لكل اللي عرضوا الساده الوزراء، احنا حددنا بالفعل الاشتراطات البيئيه لساحات التخريط. احنا عايزين نخفض تلوث هواء، بس مش عايزين نلاقي المشكله موجوده ثانيه واحنا بنعمل عمليات التخريط، ونزلنا اخترنا الاماكن دي بناء على هذه الاشتراطات. بندعم دلوقتي ومستعدين ندعم مشروع بقروض ميسره بجانب ما يوفره البنك المركزي، ودي هتبقى تحت الحقيبه بتاعه تغير المناخ، برغم ان احنا لم نسبب الانبعاثات، لكن دي رساله للعالم ان مصر وهي بتتقدم وهي فيها تنميه بتحل مشاكل تلوث الهواء بتراعي الغازات الاحتباس الحراري. ضروره ربط التاثيرات الايجابيه والارقام دي بالحوافز الخضراء او الحوافز الاقتصاديه، عشان نقدر ان احنا يبقى في دايما مبرر احنا لما خفضنا للدوله قد كده ووفرنا في الصحه احنا ده الحافز او دي الضريبه اللي بنحطها. النطاق الجغرافي مهم جدا، اختيار القاهره الجيزه القليوبيه كاول محافظات ده اختيار صحيح 100%، لان القاهره الكبرى اكتر مناطق فيها تلوث هواء، فبالتالي المردود هيبقى كبير جدا. اخيرا الحقيقه الوزاره بتستمر في رفع الوعي البيئي ليس فقط للسيارات بالغاز الطبيعي، ولو ان دي المرحله الاولى، لكل انواع النقل المستدام، بنتكلم على قطارات كهربائيه، الدراجات، اتوبيسات النقل العام، وكل الوسائل اللي ممكن ان هي تدي تنوع في نقل مستدام داخل جمهورية مصر العربية. وبشكر حضرتك على رعايتك لمبادرة اتحضر للأخضر اللي تمت من سنة، احنا بدأنا فيها وفي موضوعات تلوث الهواء، لكن اعتقد الرسالة الهامة للعالم النهاردة ان الحكومة المصرية كلها بتتحضر للأخضر من خلال كلا فيما يخصه في مجاله. شكرا فخامة الرئيس. طبقا لتوجيهات سيادتك الدائمة بالتحول للمجتمع الرقمي الذكي، بعرض على سيادتك منظومة متابعة لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، واللي بتتم حاليا بالتنسيق بين مركز نظم المعلومات في الوزارة وبين غاز تك قطاع البترول وبين شركة KMS للتطوير. المشروع بيهدف إلى تجميع ومراجعة بيانات الموزعات والخزانات اللي متواجدة في محطات التموين، وبتنقلها لحظيا وأوتوماتيكيا لمركز تحكم ومتابعة مركزي في الشركة الأم اللي بتتبعها هذه المحطات، بتنقلها حالة المعدات ومعدل استهلاك الوقود الغاز وعدد العربيات اللي بتخش المحطات في اليوم، بتنقلها بيانات فنية عن الخزانات، الضغوط فيها، درجات الحرارة. دي شاشة من ضمن الشاشات اللي موجودة في غرف التحكم اللي بتنقلها الداتا دي، واللي بتمكن متخذ القرار انه ياخد القرار المناسب في الوقت المناسب. فضل. احنا قابلنا في تطبيق هذه المنظومة بعض التحديات، ان مش كل ضواغط الغازات في المحطات هي نفس التكنيك، في 6 تكنيك مختلف في المحطات، سواء للضواغط او اجهزه التحكم او وحدات الملء نفسها اللي هي المسدسات. احنا صممنا البرنامج بيتوافق مع كل هذه التغيرات اللي بيها اقدر استخدم البرنامج في اي محطه دون تغيير فيه. الداتا دي يا بتتعرض في مركز التحكم الرئيسي في الشركه، يا متن صاحب او متخذ القرار ممكن تنقلها للهاتف المحمول او اللابتوب بتاعه او التابلت عشان ياخد القرار المناسب ايا كان هو مكانه فين. ده نموذج يا فندم لمحطه الشيخ زايد في الاسماعيليه يا فندم، بيبين ان في 3 مضخات للغاز، كل مضخة فيها مسدسين. هنا مفيش عربية دخلت في المسدس ده، هنا في عربية دخلت، خدت وقت قد ايه، خدت كم متر مكعب غاز، الضغط قد ايه، عدد العربيات اللي دخل على المسدس ده من اول اليوم، اجمالي المتر مكعب غاز اللي خرج من المسدس ده، وهكذا. لما هنلاقي عربية بتغادر بتختفي العربية. دي شاشة من الشاشات اللي موجودة في وحدة التحكم المركزية.
من ضمن الداتا اللي بتطلع درجات الحرارة للغاز في المحطة في أكثر من نقطة لأنه بيتغير. الضغوط الأزرق ده كله الضغوط بتاعة الغاز. الأصفر بيديله عدد ساعات التشغيل في المحطات وعدد العربيات اللي دخلت. ممكن بيظهر له هنا أي أعطال ظهرت في المحطة. ضمن الشاشات جميع المحافظات استهلاك الغاز خلال اليوم. احنا حاليا مطبقين في الإسماعيلية ده أول نموذج ومطبقين في محطة واحدة عشان كده الحجم مش كبير. بيبين له خلال الشهر كل يوم استخدمت المحطة كم متر مكعب من الغاز. احنا عشان النهاردة 4 الرقم ده بيتحول أو بيظهر آخر اليوم. إنما احنا لحد يوم 3 المحطة مستخدمة هذا الرقم يوم 2 يوم 1. في إطار سيادتك خطة الدولة لتحويل صناعة السيارات والتحول للطاقة النظيفة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، بتعمل هاي العربية التصنيع على عدة محاور رئيسية للنهوض بصناعة السيارات وتوطين صناعة السيارات المعتمد على الطاقة النظيفة كالآتي. المحاور أفندم احنا بنشتغل على 4 محاور. المحور الأول تصنيع السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي. المحور الثاني تصنيع مكونات تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. المحور الثالث تعديل السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي للعمل بالغاز الطبيعي. ثم المحور الأخير تصنيع السيارات الكهربائية. في مجال سيادتك تصنيع السيارات التي تعمل به في إطار مبادرة إحلال ميكروباصات، تم شركة تويوتا على تصنيع ميكروباص التويوتا 14 راكب. الميكروباص يفدم في السنة الأولى إن شاء الله الطاقة الإنتاجية 6000 ميكروباص، في السنة الثانية 10000، الثالثة 15000 ميكروباص. نسبة التصنيع المحلي 50%. الاستثمارات من شركة تويوتا فدم هتكون في حدود 12 مليون دولار، استثمارات الهيئة في حدود 10 مليون دولار. تم الاتفاق ايضا وجاري الدراسة حاليا مع شركة ايفكو. شركة ايفكو فدم بتنتج الميكروباص الذي بيعمل بالغاز الطبيعي من الاول، يعني مفيش فيه تحويل، وبالتالي احنا حاليا في اطار مضات معها والاطار ده ماشي كويس، وان شاء الله تعالى هنقدر ان احنا نصنع تصنيع مشترك مع شركة ايفكو الايطالية بطاقة انتاجية 6000 ميني باص، وحيكون في استثمارات من الهيئة 18 مليون دولار. نسبة التصنيع المحلي احنا بنحاول ان احنا نعملها نبتدي ب 50% متدرجة. ايضا في اطار سيارات الركوب احنا حاليا بنتفاوض مع مجموعة فولكس فاجن، هي تمتلك مصنع للاسكودا موجود في روسيا، والمصنع ده بينتج السيارة الاسكودا دي بتعمل بالغاز الطبيعي، وماشي معها المفاوضات حاليا، ورئيس شركة الاسكودا اعلن ان هو فعلا هيبتدي تصنيع السيارة دي في مصر. في اطار سيادتك تصنيع المكونات لتحول للغاز، احنا تم الاتفاق مع شركة القلعة، دي شركة قطاع خاص، على انتاج اسطوانات الغاز لانها تتحمل ضغوط كبيرة، والصناعة دي مش موجودة حاليا في مصر، فان شاء الله تعالى خلال الفترة القادمة هيتم انشاء مصنع مشترك بالتعاون مع شركة القلعة لانتاج اسطوانات الغاز. دي سيادتك عربية عادية بتعمل بالسولار. كان عندنا مشكلة ان احنا دايما اتجهنا الى تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين، وكان في تحدي ان السيارات اللي بتعمل بالغاز ما بيتمش تحويلها، لكن العربية دي عربية موديل 2000، كان المحرك بتاعها عمل 400,000 كيلو، وكان داخل عمرة مع وزارة البترول. قدرنا ان احنا نحول موتور السولار ده الى موتور يعمل بالغاز بنسبة 100%، وتم ده قطع مسافة حاليا 7000 كيلو. اللي بعده بالنسبة للسيارات الكهرباء فدم، دي سيارة كهربية مع احد الشركات الصينية، دي سيارة اطفاء، دي تعمل في الاماكن الضيقة زي المولات وزي القرى الصحية وخلافها. برضو نفس الكلام، دي سيارات الجرف داخل المدن الصغيرة. ده سيادتك برضو في اطار السيارات الكهرباء والدرجات الكهرباء، ده احد الدرجات الكهربائيه بيعمل بالبدال ويعمل بالكهرباء. شكرا يا فندم.
مبادرة بتاعت الإحلال والطاقة النظيفة بسيارتين من الإنتاج المحلي، العربية الأولى اللي هي النيسان الصني، ونسب التصنيع المحلي فيها 51%، وهي تعتبر من العربيات الأولى في الفئة بتاعتها، يعني لأنها عربية اقتصادية وبرضو بتحوز قبول العميل يعني. والعربية الثانية حضرتك اللي هي السنترا، وبرضو تصنيع محلي، هي أعلى في الفئة شوية من حيث الحجم والإمكانيات اللي فيها، ودي برضو بتصنع عندنا، نسب التصنيع المحلي فيها 47%، والعربيتين مجهزين ان هم بيشتغلوا بالوقود التقليدي والغاز. ميرسي جدا يا فندم. احنا شركه اف سي اي فيات كرايسلر العالميه، واحنا شريك كمان لهي العربيه للتصنيع في مصنع الاي في. احنا النهارده بنعرض اربع عربيات من انتاج شركه فيات، دي اول موديل فيها، كل موديل منهم بينزل نقل وملاكي، وموجود منها موديل تاني اصغر بالاضافه لعربيات النقل الخفيف المتواجده. دي تقريبا اسطوانات الغاز بتعمل حوالي 750 كيلو، يعني تقريبا بتوفر اولموست 50% من تكلفه التشغيل. دي ممكن تبقى تاكسي ولا لا؟ مش عارف. ممكن. وامنه. امنه عشان المطبات والكلام اللي بكلمه، مش كده؟ شكرين. شكرا، كتر خير. الحمد لله احنا فخورين ان احنا بدانا نوصل لنسبه مكون محلي. احنا بنعمل النهارده بقراص سلوكي بنوصل لنسبه 62% مكون محلي، بنتعامل مع اكثر من 90 مورد محلي في جمهوريه مصر العربيه. ايضا كل عربيتنا بالغازي فعلا، كلها مجهزه غازي فعلا. كلها مجهزه غازي. ده اول مره يبقى في ديزل بيتحول الى وقود مخلوط، ده مش بنزين، ده تراك ديزل، وبنقدر نحوله الى وقود مخلوط سولار مع غاز مع بعض. ده بيوفر اجهزه بتاع الموازنه العامه للدوله، بيخلق فرص عمل كتيره فنيه، ناس مدربه على اعلى مستوى. فحضرتك في مجموعه كبيره جدا من الافاق اللي بتتفتح للغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية، وده إن شاء الله هيفتح خير كبير على الدولة. طبعا موضوع السولار ده موضوع أساسي، لما نخلص المشروع ده هوت بعد 4-5 سنين ممكن حياتك يبقى في على الأقل 1.5 مليار دولار بيوفرهم في الميزان التجاري للدولة. ليه؟ لأنه الغاز الطبيعي موجود النهاردة، السولار احنا بنستورده، فده في غايه الاهميه. انا هبقى سعيد جدا ان الامر ده ينجح معاكم. طب ان احنا، لان طبعا احنا عندنا عشرات الالاف من العربيات اللي شغاله بالديزل. طب ونتمنى ان احنا نغير نسبه منها او نغيرها كلها لو امكن. طب فهو الموتور هو هو ولا بنجيب موتور جديد؟ ده الموتور هو هو، بيتخلط قبل ما يخش الموتور، الموتور بيتحرك بالسولار فقط الى موتور بيتحرك بالسولار والغاز مع بعض. فالوفر ما بيبقاش ان حضرتك تقدر تشغل الموتور فقط بالغاز، مش هو ده اللي احنا كان ده وقود مخلوط تقريبا 50% غاز 50% سولار، والخليط ده هو بيعمل وفر لصاحب العربية حوالي بالتسعير الحالي للسولار والغاز حوالي 15-17%. اللي اتعمل من سنة 2014 فيما يتعلق بمنظومة الإصلاح الاقتصادي وإصلاح منظومة الطاقة والتسعير المضبوط لكل نوع من أنواع الطاقة هو اللي سمح بكل ده هو يحصل. ده من غيره ما كانش اللي احنا ما كناش نقدر نقف النهارده ونقول ده هيمشي ولا لا. شوف احنا بنيجي نعمل حاجه زي كده يا دكتور مصطفى، نعملها بان احنا نشجع الناس. مظبوط. احنا ممكن نفكر ان احنا نعمل عمليه اقراض بتكلفه ماليه مش كتير. بالظبط. هو ده اللي نقدر نعمله. وطبعا انتوا كمان تساهموا معانا في ان تخفضوا الاسعار بتاعه التكلفه دي. احنا هنشكل لجنه علميه فنيه نختبر الكلام ده كله، اللي هنجد فيه جداره متحققه بنسبه كبيره عن التاني نقول نمشي، لان ده مش قليل، ده عدد عربيات كتير يعني. لكن هي فكره طبعا فكره كويسه قوي. شكرا جزيلا. شكرا.
احنا شركة الامل لتصنيع وتجميع السيارات. احنا المصنع في العاشر من رمضان على 120 الف متر مربع، وبننتج السيارة اللادة انتاج محلي، بتعمل بالغاز، بتاخد 15 متر غاز طبيعي بنمشيها 200 كيلو. عندنا بره العربية البي واي دي نفس القصة، دي كلها عربيات اقتصادية طبعا للمتوسط الدخل والاقل من ذلك. عندنا برضو بننتج الميكروباص كينج لونج، ده 14 راكب وبرضو بيمشي 300 كيلو بالغاز الطبيعي، واحنا جاهزين للتوريد فورا في المشروع يا فندم. قدرنا نصمم محطة الغاز بترمبة التموين المعلقة بهذا الشكل، بحيث احنا نحط الضغط اعلى المظلة بحيث ان هو بيوفر مساحة اكبر في المحطة، بنقدر نضيف فيها محط نشاط الوقود السائل، تبقى محطة متكاملة. طبعا محطات الوقود ضافة لها الغاز، وده تصميم وتنفيذ الشباب في شركة غاستك. ودرنا نشتغل برضو مع شركات تجميع الاوتوبيسات في ميني باص، درنا نحرك محرك غازي مواصل توصيلاته بالاسطوانات، تكفي 400 الاسطوانات تكفي 400 كيلو. اشتغلنا مع شركات التجميع وقمنا بالتجميع على خط الانتاج لانتاج هذا الميني باص، وده الشاسي موضح لسيداتكم. شكرا يا فندم. شكرا. هي البحث والتطور عندنا قام على المواتير، درس المواتير السولار، ان هو بدل ما نهلك المواتير دي ان احنا نعمل لها تجارب، ان احنا نحولها تشتغل بالغاز بدل السولار، ونجحنا ان احنا نعمل تماما ونجحنا ان احنا نعمل التجربة دي. بقى لها سنة جربناها على عربيات الشركة، وبعد كده من 4-5 شهور ابتدينا نتجه للسوق. قدرنا ان احنا نعمل اتفاقية مع شركة احدى الشركات القطاع الخاص اللي شغالة في النقل العام، عندهم 650 اتوبيس، حولنا منهم 8 اتوبيسات. العربية دي مشت في الاربع شهور دي 53 الف كيلو غاز تماما، مفيهاش سولار خالص. المكنة اتحولت، المركبة نفسها، عملنا بعض التعديلات البسيطة. شكرا يا فندم. موافقين لو الموضوع ده نجح بشكل كامل هيبقى تغيير كبير قوي في المسار اللي احنا مخططين ليه. وناكد بس ان الحاجة يعني سيف وامان وناجحه. بقى لنا سنه يا فندم مش عارف، في لجنه هتشكلها نشوف باذن الله. شاكرين. شكرا يا فندم. استراتيجيه الهيئه العربيه للتصنيع للاشتراك بعمق في مجال استخدام الغاز الطبيعي في مجال السيارات. احنا اول حاجه وكانت حاجه مهمه ان احنا ان شاء الله نصنع الكت بتاع تحويل العربيات من البنزين للعمل بالغاز، الكت من اول الاسطوانه لجميع الاجزاء اللازمه اللي هي اللي ورا هنا دي. الامر الثاني ان احنا ان شاء الله بنصنع الميكروباص التويوتا اللي هو عند حضرتك اللي هناك ده بالاشتراك مع شركه تويوتا اليابانيه، هيعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وان شاء الله هيبدا الانتاج خلال عام ان شاء الله بمعدل 6000 ميكروباص في السنه ان شاء الله. خلاص انت بتعمل عمليه تصميم غاز طبيعي، تم تزويده باثنين اسطوانه 30 متر مربع، تكفي 350 كيلو متر من سنتين. النهارده في قطاع النقل بنحب نقدم اخر الحلول التكنولوجيه اللي وصلنا لها في سيمنز، وهي الشاحنات المكهربه. ان احنا تقريبا من اوائل اللي لم يكن اول سبلاير في العالم اللي دمج التكنولوجيا ما بين القطارات والشاحنات دي، بيتكون لها مسار على مسار الطريق الدريه، بنقدر نتحكم في مسار للشاحنات انها ما تطلعش بره، ده بيقلل برضو الحوادث على الطريق، زائد انها طاقه نظيفه، بالاضافه ان عندنا امكانيه تتبع مسار الشاحنات على طول مسار الطريق، وفي نفس الوقت بنقدر نتحكم في كمية الأطنان المنقولة بالشواحن. التكنولوجيا دي نظيفة 100%. وبالنسبة لقطاع الجري الكهربائي سيادتك، ده القطار السريع اللي اتكلمنا فيه طبعا الاستراتيجية مع وزارة النقل، هيبقى فيه 3 أنواع من التكنولوجيا، في الجرارات الكهربائية وفي قطار الركاب السريع وفي القطار الريجنال، واتفقنا بإذن الله أن يتم توطين للصناعة بتاع القطارات السريعة بالتعاون مع الشركات الموجودة في شارع قناة السويس، وده بإذن الله هنبدأ التنفيذ فيه في أقرب فرصة بإذن الله بعد سيادتك ما توفقنا. تحت أمرك.